نجحت يثرب عادل لاعبة المنتخب الوطني الأول للإسكواش ونجمة النادي الأهلي في فرض اسمها على متابعي ومحبي الملعب الزجاجي بعدما استطاعت دخول قائمة العشرين الأوائل في التصنيف العالمي. يثرب قدمت مستوى متميز قبل توقف مسابقات اللعبة بسبب تفشي فيروس كورونا، مما جعلها تفكر في دخول عش الزوجية مع شريك حياتها المهندس محمد شريف الشمرلي ليكونا عائلة رياضية خالصة. كانت يثرب عادل على أهبة الاستعداد للمشاركة في بطولة بلاك بول الماضية والتي أقيمت نهاية العام المنصرم، لكن الفيروس اللعين أصابها قبل أن تتعافى منه وتصبح جاهزة للدفاع عن مضربها وخوض العديد من التحديات المقبلة. نجحت يثرب عادل مؤخرة في الحصول على المركز الثاني في إحدى سلاسل بطولة باكستان الدولية، وخسرت أمام زميلتها ومواطنتها نوران جوهر المصنفة الثانية عالمية. يثرب المصنفة الخامسة عشرة عالمية في التصنيف الأخير لرابطة اللاعبات المحترفات، تمني النفس في الذهاب بعيدة في بطولة بلاك بول والتي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 18 من مارس المقبل. ويؤكد متابعو اللعبة أن فراشة الإسكواش الأهلوي قادرة على المنافسة على اللقب العالمي. بما ان احنا بنتكلم عن النادي الاهلي، فاكيد النادي الاهلي هو مش بس كرة قدم، احنا عندنا رياضات مختلفة، والرياضات المختلفة دي الحمد لله احنا كمان متميزين فيها بشكل كبير جدا. لو هنتكلم عن الاسكواش في مصر دلوقتي، هو اكيد مختلف تماما ومتصدر كمان كافة التصنيفات العالمية. ولو هنتكلم عن الاهلي لازم كمان يكون موجود بابطاله والنجاحات اللي هم بيحققوها وهم دايما رافعين راسنا. خليني اقول لحضراتكم اسامي كتيرة جدا ربما مش بدايتهم في النادي الاهلي، لكن هم مصريين رفعوا اسم مصر على المحافل الدولية. عندنا بنتكلم مثلا محمد الشرباجي، مروان الشرباجي، رنيم الوليلي، رامي عاشور، أسامي كتيرة جدا مصريين قدرت إن هي تتميز في هذه الرياضة. بس احنا دلوقتي هنتكلم عن النادي الأهلي. خلينا نرحب بضيفتنا يثرب عادل لاعبة اسكواش الأهلي. صباح الفل. صباح الفل، نورانا بجد يثرب، واسم جميل جدا. سعداء بوجودك يثرب، ويعني واحنا بنتفرج مع حضراتكم على التقرير يثرب كانت بتتابع برضه، كانت مبسوطة جدا، كل لطيف قوي التقرير، فبقول احنا مش جايبين حاجه من عندنا، ما هو كله من انجازاتك، فبرافو عليك، انت عامله شغل زي الفل. وقبل اي حاجه مبروك يا عروسه. وربنا يسعدك ايامك. بقالك قد ايه بقى الجواز؟ احنا متاخره حبتين بتهيالي. خمس شهور دلوقتي. لا برضه لسه يا عروسه. يسالك يا عروسه. بس انت شكلك بيبي، انت متجوزه يعني؟ انت يعني كام سنه لو ينفع؟ هتم 25. بيبي برضه صغيره. الخمس شهور دول بقى التدريبات اتاثرت ولا الدنيا مشيت كويس وعرفتي تظبطي بين الواجبات الزوجيه وبين الواجبات الرياضيه؟ الموضوع اصلا احنا كنا طبعا محدش كان عارف اي حاجه عن موضوع كورونا اللي هيحصل. احنا كنا مظبطين ان احنا الفرح كان يبقى وقت الاوف سيزون بتاعنا، بيبقى عاده شهر 6، بعدين طبعا حصل البانديميك اللي حصل في العالم كله، فاضطرينا ان احنا ناجل شويه. فبصراحه لا، هو رياضي وانا رياضيه، بيلعب فولي، فهو أوكي. متفاهم قوي. الاهلي برضو؟ لا اليوفلس. الجوازه دي تمت ازاي يا بيه؟ لا بس حلو ان انتوا كمان طبعا اتنين رياضيين. بس خلينا نبدا معاكي بقى بنتكلم على السكواش، يعني برضو ده سؤال اكيد لازم نبدا بيه، ايه اللي خلاكي تروحي للرياضه دي تحديدا؟ انا اخويا اكبر مني، هو دخل لعب سكواش الاول، وبعدين تعرفوا كلنا واحنا صغيرين اي حد بيلعب مع بعض. وبعدين هو كان بالنسبه لي الايدل بتاعي دايما، وبعدين ابتدينا نلعب مع بعض سكواش. وفاني انف ان هو دلوقتي هو المدرب بتاعي، يعني هو اللي بيمرني دلوقتي، واكتر حد بستريح اكون بتمرن معاه هو، لان بحس ان خلاص هو فاهم قوي. صحيح. انا بحس بايه في الملعب لما اكون متضايقه، مش لازم اللي هو احاول ان انا لا لازم اخليه بالي مش عارفه ايه، بس معايا بحس ان الموضوع اتس فيري اونست. لو انا فعلا وحشه هو هيقول لي فعلا وحشه من غير مجاملات من غير اي حاجه. يعني بصي دلوقتي نهوان يعني في المقدمه قالت لنا مجموعه اسماء، وانا متاكد ان في اسماء كمان اكتر من كده بكتير. كل ده بيؤكد على ان السكواش في مصر واخد وضعه على الصعيد العالمي، وعندنا ابطال كتير، ودايما اسماء المصريين بتتصدر يعني البطولات العالميه في هذه الرياضه بالتحديد. ايه سر السكواش مع المصريين؟ ايه سر تفوقنا في الرياضه دي بالتحديد؟ انا عايزه اقول لكم ان احنا دايما السؤال ده احنا بنتساله، بس متهيألي انا رايي الشخصي ان احنا من زمان
احنا في مصر كلنا بنلعب مع بعض، احنا عادي جدا ان انا اروح النادي مثلا فور اكزامبل بخش بلاقي مصطفى عسل، بلاقي كذا حد من اللعيبه، وكان زمان وقت رامي عاشور، عمرو شبانه، امنيه عبد القوي، رنيم، كان كل دول احنا كنا شبانه قعد سنين ورا بعض يعني، كنت بروح النادي اقعد اتفرج عليه وهو بيلعب، وهو كان معظم الابطال بصراحه كانوا كلهم very down to earth يعني، كلهم متواضعين جدا، ما عندهمش اي مشكله اللي هو احنا صغيرين اللي هو ممكن نلعب معاك فيخش يلعب معانا، فالموضوع كان دايما في حد طول الوقت انت you're looking up to يعني، في حد دايما مثال اعلى بالنسبه لك ان انت عايز تبقى زيه، عايز تحقق نفس الانجازات بتاعته. عندنا لعيبه كتيره جدا في الكومبيتيشن طول الوقت، في حد يعني دايما تحس ان في حد بيبوش التاني، فكلنا نبقى عايزين نتحسن، لان انت خلاص طالما وصلت رقم واحد انت مش كده خلاص يعني، نجاح النجاح معدي في دنيا الاسكواش. ممكن شويه كومبيتيشن جامده، كل حد عايز يتحسن، كل حد عايز يوصل رقم واحد، ف بتحسن تقريبا الجيل كله يعني هو طالع. جميل حلو. طب انت ده السكواش في مصر بقى، السكواش في النادي الاهلي كلمينا عنه اكتر يعني عشان برضو نبقى عارفين، والكواليس جوه بتبقى عامله ازاي، التدريبات، اللقاءات مع المدربين، اللعيبه الموجودين. التمرين عامه اختلف تماما، احنا دلوقتي عندنا ملاعب جديده، اول ما الملاعب كانت اتهدت بعدين رجعوا عملوا، عندنا دلوقتي 6 ملاعب تقريبا من اعلى مستوى، فدلوقتي بقى في فرايتي اكتر ان انا اقدر في اي وقت اتفق مع اي حد حتى لو مش من النادي الاهلي، ان انا بنبقى اوقات عايزين نلعب ماتشات تمرين مع بعض، فبتفق مع اي حد بيجي يلعب معايا في النادي. المدير الفني والمدربين كلهم بيبقوا دايما عايزين احسن حاجه بالنسبه لك يعني، سواء انت هتروحي تمرني في النادي، هتمرني في حته ثانيه، اي حاجه، هم دايما بيتابعوا اهم حاجه مصلحتك at the end of the day. ف في لعيبه كتير جدا جدا جدا، احنا حتى كسيدات بنتمرن مع لعيبه جونيورز تحت 17 19 ولاد كتير، ف دايما بيكون في تيم تريننج، لو في اي وقت انا عايزه احضره بحضره، فبيبقى لذيذ ان انت بتجت اللي هو ده موست اوت اوف كل حد يعني، مثلا ممكن العب مع حد ستايل بتاعه مختلف، العب مع حد تاني جيم بتاعه مختلف، فبتبقى التمرين في اد فاليو هنا. بالظبط بالظبط. حلو. طب خلينا نتعرف اكتر عليك انت بقى شخصيا يا يثرب، يعني بعيدا عن السكواش مؤقتا وهنرجع تاني اكيد، بس يعني كنت بتدرسي ايه؟ برضو البدايات خالص كانت من اول ما لعبت رياضه كان سكواش ولا حاجه تانية في الاول؟ لا يعني عرفينا كده. أيوة. الخلفيه بتاعتك. لا انا بدات، اول ما بدات في الاول بدات، كلنا تقريبا بنبدا اللي هو الجمباز، بعدين نبدا سباحه، بعدين خلاص في حاجات كده لازم نعدي. أيوة. يعني باسكت بول، وبعدين صح بعدين لعبت ووتر بالي من السباحه، بعدين لعبت سكواش، واول ما لعبت سكواش ابتدى ان دراعي اليمين يبقى اقوى من دراعي الشمال شويه، عشان احنا طبعا بنلعب لعبه مضرب. طبعا. فظبط الزوايا باظ بالووتر باليه، فوقتها لعبت سكواش، وبعدين كنت ببدا اللي هم 3 ايام في الاسبوع، مش حاجه انتنس خالص، ما كانش في دماغي ان هي حاجه بروفيشنال ولا كارير ولا اي حاجه، كانت حاجه انا بتبسط ان انا بلعبها. وبعدين كسبت اول بطوله جمهوريه كان عندي 9 سنين. ما شاء الله. تحت 11 سنه. طب ودراستك ايه بقى يا ياسر؟ انا اصلا كنت بلعب بطوله في انجلترا معروفه جدا اللي هي البريتش اوبن، اخدت فيها 5 تايتلز، ده كان ريكورد وقتها. ما شاء الله. فانا بلعب كان في مدرب من مدرسه هناك في انجلترا معروفه جدا، جه يتكلم معايا ان هو عايز يديني سكولرشيب منحه في انجلترا مدرسه، كنت وقتها هنا امريكان، مش مذاكره برضو انتنس هناك اي دي، فكان الموضوع مختلف. وبعدين رحت فعلا وعملوا لي انترفيو واتكلمنا، وجالي فعلا منحه، ورحت خلصت مدرسة، بعد كده دخلت جامعة هناك. يعني اتخرجتي من المدرسة ومن الجامعة من انجلترا. طب ما فكرتيش ان انت تكملي هناك؟ بصراحة فكرت، لان انا كان وقتها انا كنت قعدت 6 سنين، وكنت سافرت صغيرة، انت سافرت تقريبا كان عندي 14 سنة، فقعدت 6 سنين، فانا على ما رجعت كان عندي 20 سنة 21 سنة. وبعدين كان بالنسبة لي انا كنت ما بين حاجتين، كنت عايزة اعمل ماسترز، بس في نفس الوقت عايزة ابدأ الكارير بتاعي في البروفيشنال، لان طبعا الموضوع مش صعب، بس محتاج بالانس دايما يعني، محتاج ان احنا نقدر مع المذاكره، ان انا وقت امتحاناتي ديدلاينز بتاعتي ابقى اون تايم، مفيش حاجه تيجي على حاجه، بس في نفس الوقت احنا في السكواش
وقت ما كان الوضع طبيعي كنا بنسافر كتير جدا عشان يفضل تمنتين الرانكينج بتاعك. بيبقى احنا بنلعب تقريبا بطوله بطولتين كل شهر معظمهم بره مصر، عندنا 4 كبار في مصر، فكان الموضوع بيكون صعب شويه، ما كنتش بقدر اسافر كل البطولات. فاول لما اتخرجت كنت حاسه انه وقته بقى ان احنا نرجع مصر بقى نتمرن ونركز واخش بقى في المسابقات الدوليه بشكل اكبر. طب هل فكرت في احتراف، يعني انك تحترفي بالخارج مثلا لو جات فرصه؟ بصي بصراحه احنا مصر زي ما كريم قال في الاول، احنا احسن تمرين، احسن سيستم، لعيبه كتير جدا اقويه بتقدري تتمرني معاهم. الاجانب دلوقتي هم اللي معظم الوقت بقى بيجوا مصر يبعتوا لنا، هم اللي عايزين يتمرنوا معانا. احنا عندنا بطوله بلاك بول جايه كمان اسبوعين تقريبا، ففي واحده من اللعيبه كانت بعتت لي لو انا ينفع اجي اقعد معاكي ونتمرن قبل البطوله بكام يوم. طب دي حلوه جدا البطوله. فهي مصر بالنسبه لنا احسن سبوت كاسكواش يعني. كاسكواش ان احنا حلو ان احنا لسه قاعده على فكره بجد. طبعا كويس جدا. يعني انا كنت قاعده في انجلترا، انا قعدت 6 سنين، فكان التمرين مختلف تماما. ستيل طبعا كويسين وهي مدارس مختلفه بالظبط، بس يعني انا بالنسبه لي هنا الموضوع احسن كتير بصراحه. حلو. وإلى جانب البطولة اللي انت اتكلمتي عنها، في ايه تاني بتستعدي له الفترة الجاية ان شاء الله؟ احنا ان شاء الله المفروض عندنا، احنا طبعا الظروف اللي احنا فيها مش احسن حاجة ان احنا وقفنا شوية الريتم بتاع البطولات. احنا عادة بنبقى عارفين السنة يعني سنة كاملة، احنا عارفين ايه الايفنتس اللي بتبقى موجودة فيها. المفروض ان احنا عندنا بلاك بول، وبعديها ثلاث اسابيع تقريبا عندنا بطوله ثانيه في مانشستر في انجلترا. المفروض ان شاء الله بعدها شهر 5 في الجونه، ودي من اكبر البطولات بتستعمل في مصر. بطوله الجونه في الدوليه للسكواش بقى لها سنين، بقى لها 2013 تقريبا. هي من اكبر البطولات احنا بنحبها لان هي في الجونه، مكان حلو، سبوت حلو، الجو بيبقى حلو في بلدك. فاهل بصي عايز اقول لك على حاجه تحديدا بطوله الجونه دي، اقول لحضراتكم لان انا يعني كنت مع مؤسسها اللي هو عمرو منسي، هو صديق ليا يعني، كان من اول ما هي كانت فكره وعرضها وكان حلم وكان عايز، هو اصلا كان لاعب سكواش اكيد انت عارفاه، وكان حلم ان هو عايز يعمل البطوله دي، وساعده رجال اعمال معروفين جدا وكانوا داعمين ليه، وبعد كده شوف دلوقتي بقت من اكبر البطولات الدوليه الموجوده. فجميله جدا لان هي كمان ليها على الصعيد الثاني كريم السياحه الرياضيه طبعا. فيعني بجد حاجه انا بحسها حاجه فخم بصراحه البطوله دي في الجونه وتحت سفح الاهرام. يعني دايما بتبقى بطولات مميزه جدا كمان للي بيتابعها من خلال شاشات التلفزيون. بصراحه في مصر السبوتس اللي احنا اللي هم طبعا يعني الاورجنايزرز بتوع البطولات هم بيختاروا اماكن زي ما حضرتك قلت، يعني عند بطوله الاهرام دي بتبقى قدامك الفيو بيبقى مش طبيعي. احنا بنبقى في الملعب باصين شايفين الاهرامات، الموضوع بيبقى اللي هو ايه ده ازاي. فالمفروض يعني ان احنا بطوله الاهرام موجوده ان شاء الله في شهر 9، عندنا بطوله العالم في امريكا في شهر 7، فالفتره الجايه ان شاء الله. طب انت هتلحقي تطبخي بقى في الفتره دي ولا ايه بالظبط؟ ولا يعربن على سندوتشات اللي فاضل من السنه، ولا هتمشي هتمشيها ازاي صحيح والله؟ يعني انت بتتكلمي على مانشستر، انجلترا، ثم الجونه وامريكا، وكان في حاجه رابعه في النص، في دوره سقطت مني في وسط الكلام. هتمشي الدنيا ازاي؟ لان في فعلا ناس ممكن تكون شايفه ان الارتباط وتحمل مسؤوليه بيت حتى لو لسه من غير اولاد، بس برضو البيت بيبقى له طلبات ولزوم بطبيعه الحال. انت فاهمه بتكلم على ايه؟ ففكره ان انت توزني ما بين الاثنين وتبقي ناجحه في الاثنين، هي مسؤوليه، هي فعلا مسؤوليه، لان الموضوع مختلف. ان الاول طبعا كان كل حاجه ماما، يعني مامي اي حاجه، مش بنفكر في اي حاجه، ربنا يخليها لي يعني. فوالله لحد دلوقتي مامي يعني الموضوع ربنا يخليها لك ويديها الصحه يا رب ان شاء الله. بنحاول طبعا اكيد بيبقى فيه لما بيكون في تمارين، او انا عارفه ان انا هنزل بدري تاني يوم، بحاول بالليل لو اقدر اجهز حاجه اجهز حاجه، مامتي بتساعدني طبعا اكيد. بس هي الجواز يعني منتاليتي، هي فكره ان دلوقتي بقوا الاثنين بيساعدوا بعض، ما فيش الفكر القديم اللي هي الست عليها 1 2 3 4، بس هي شركه يعني. بصراحه انت واخده واحد رياضي زي بابا، اقول لك انا فعلا الحمد لله انا بحس ان انا محظوظه ان هو يعني بيتفاهم جدا كل حاجه، عارف ان احنا عندنا مواعيد تمارين، هو عنده مواعيد تمارين، نحاول يعني نبقى هيلثي، فالاكل اسهل شويه مش لازم اكل بعدين نعمل ريجيم يا سيدي مش فارقة نجيب السنه كلها مع بعض الموضوع يبقى اسهل. يعني بس هي متهيألي قد اند اوف ذا داي هي الفكره كلها في تنظيم الوقت. طالما بنقدر نظبط الوقت بتاعنا ان احنا نقسم
اليوم ان انا عارفه ان انا الساعه كذا عندي تمرين مثلا فتنس، بعديه عندي سكواش، بعد كده هرجع مثلا عندي كام ساعه في البيت قبل ما ننزل، بعد كده عندي تمرين تاني. فهي انا بحب ان انا يبقى عندي دايما كل حاجه، انا عارفه ايه امتى الموضوع يبقى منظم اكتر، فبتبقى اسهل، مش بتحس وقتها ان بصي انا هتفق معاكي في حاجه وهضيف حاجه صغيره. يعني لو هنتكلم عن الرياضه العالميه مش بس في مصر، يعني هقول ايه، بطلات وصلوا يعني زي سيرينا ويليامز ورياضات مختلفه، مش كان بس في السكواش، وكلهم مرتبطين على فكره، يعني كلهم مرتبطين سواء متجوزين او يعني عايشين مع حد او يعني مخطوبين، بس ناجحين برضو، فهو مش عائق يعني طالما اتعملت. يعني بالعكس احنا كمان في السكواش عندنا كان رنيم الوليلي وطارق مؤمن كان بيروح معاها كل التدريب بيلعبوا، هما الاثنين بيلعبوا الاثنين ابطال، كانت رنيم كل واحد على العالم، هي لسه معتزله عشان لسه جايبين بيبي ما شاء الله. نور الطيب وعلي فرج، علي فرج دلوقتي رقم واحد على العالم يعني، وهي كانت ثلاثة على العالم. فبحس ان الموضوع طالما فيه تفاهم وسبورت الموضوع بيبقى اسهل. بما ان المصريين واضح ان خلاص رقم واحد على العالم واثنين وثلاثة، يعني احنا يعني مقفلين التايتلز العالمية، بس هل معنى كده ان مفيش لاعبين تانيين من دول مختلفة بتحبي تتفرجي على الستايل بتاع لعبهم، بتتابعي الماتشات بتاعتهم، واخدين عينك يعني؟ لا اكيد اكيد، بالعكس اكيد في لعيبه كتير ستيل طبعا لحد دلوقتي جامدين جدا. احنا بس زي ما حضرتك قلت، هو احنا دلوقتي احنا عندنا خمسه مصريين في التوب 10، احنا تقريبا اربعه او خمسه تانيين في توب 20. ممكن نقول اساميهم كده يعني؟ نعرف الشرباجي، الاخين محمد ومروان الشرباجي، كريم عبد الجواد. اتورطت يا ولد، اتورطت في الاسماء. في محمد ابو الغار، طارق مؤمن، وعلى البنات في عندنا نور الشربيني، نور الشربيني وعندنا رنيم جوهر. رنيم اعتزلت قبل كده، قبل كده كان في رنيم، كان في نور الطيب، نوران جوهر، هانيا الحمامي، وفي يثرب كمان مصنفه ضمن ال 20 على مستوى العالم. دي برضه حاجه، انا اعلى حاجه كانت بالنسبه لي كان رقم 13 على العالم. هي بعدين طبعا احنا وقفنا البطولات عشان اللي حصل. انا بحس ان ممكن يكون شويه وقت المذاكره، وقت الجامعه، الموضوع كان مش انتنس زي دلوقتي، بس خلاص طالما بعديها يعني بعد اول ما اتخرجت بقى فول تايم، وبقى التركيز كله رايح في حته واحده، فالموضوع ان شاء الله نبريك توب 10 قريب ان شاء الله باذن الله. وبنتمنى لك كل التوفيق في حياتك سواء الشخصيه والزوجيه والرياضيه كمان. نورتينا يا ياسر، ميرسي قوي، انا مبسوطه قوي بجد. نورتينا، اسمك حلو زي ما قلت لك عشان بحب الاسامي الغريبه زي وجوزك اسمه ايه بقى، نوجه له تحيه. محمد الشمرلي. محمد صباح الخير، ونوجه لك تحيه، وعايزينك دايما تبقى داعم لياسر بجد، لان انت مش هقول مشروع بقى، انت فعلا بطله يعني، عايزين مزيد من البطولات ليكي باذن الله. شكرا ليكي. في الفاصل ونرجع نكمل كلامنا، اتفضل.